الوادي لو عايزة تقعدي هنا وعدتك ايه؟ وعدتك الا احبك ثم امام القرار الكبير كهني وعدتك الا اعود والا اموت اشتياقا وعدت ومت وعدت مرارا وقررت ان استقيل مرارا ولا اتذكر اني استقلت لقد كنت اكذب من شده الصدق واحمد الله اني كذبت من نظر قباني نستمع الان الى استاذه الكاتبه ميادة عبدين تلقي علينا كلمتها او رؤيتها او مفهومها عن الحب والحب والمناسبه اللي احنا فيها. اتفضلي يا استاذه ميادة. تحيه كبيره. مبسوطه اني معاكم النهارده عايزين نفعل خاصيه الحب اللي ممكن تكون طول السنه احنا راكنينها شويه او ناسيينها، عشان بقيت احس ان كلنا ناسيين فكره ان احنا نحب بعض، مأجلين الحب ومأجلين فكره ان احنا نقول لبعض كلام حلو كل يوم علشان المسؤوليات والشغل والدنيا اللي احنا عايشينها، تمام؟ فالنهارده كده نرجو تخيل خاصيه الحب وكلنا كده نبقى قاعدين في قعده كلها حب وود، تمام؟ بالنسبه بقى لكتاب طلق مراتك تحبها اكتر اللي عنوانه صدم الجميع، اوكي؟ هو الكتاب اصلا كله بعنوانه الصادم بتكلم فيه عن الحب، يعني بدعو فيه الزوج والزوجه والاسره كلها انهم يحبوا بعض. وعندي حكايه فيه اسمها تعالوا اتعلموا الحب. من راجل عجوز مراته ماتت فضل عايش على ذكراها العمر كله، كان بيمسك الصوره بتاعتها يبصها ويكلمها وياكل معاها ويتفرج على التلفزيون معاها ويشتري لها القماش اللي كانت بتحبه علشان يعمل الفساتين بتاعتها. فالكتاب عنوانه صادم لكن هو كله بيتكلم عن الحب. طلع مراتك تحبها اكتر الكتاب اللي عنوانه صادم، هي الفكره منه انه كتير قوي احنا بنبقى قدام بعض وفي البيت عايشين مع بعض، ففكره ان الزوج والزوجه طول الوقت بقى قدام بعض ممكن ينسوا بعض، ممكن ينسوا المشاعر، ما بيجددوش حبهم لبعض، فدايما هو بيبقى شايف انه اي حد بره احسن من مراته، احلى، اشيك، ارقى في الفكر، هي نفس الموضوع. فكانت الحكايه كلها ان انا بناشد تفعيل طاقه الحب في البيوت المصريه اللي الناس بقت تعتمد على انه الحياه واخدانه فمش هنعرف نحب بعض، ودايما بنستسهل دلوقتي ونبص بره او نشوف انه اللي معانا في البيت مش هي احسن حاجه والعكس برضه. فانا شايفه ان الحب في الفتره اللي احنا عايشين فيها بننساه ونحط مكانه حاجات ثانيه جدا، يعني حاجات اعتبرنا المسؤوليه بتضيع الحب، اعتبرنا انه ان احنا نطلع نشتغل علشان نجيب فلوس وعشان الحاله الاقتصاديه انه ما ينفعش نفكر، بس اكتر مشاكلنا والمشاكل اللي موجوده دلوقتي هي كلها بسبب الحب. انا شايفه انه من ساعه ما بقيناش نعبر عن الحب ومن ساعه ما بقيناش نعبر عن مشاعرنا انا شايفه انه في مشاكل كتيره بدات تحصل لنا بسبب بعدنا عن الحب وبعدين عن مفهوم الحب. فانا سعيده جدا ان انا معاكم النهارده، ودي كانت كلمه كده في الاول، وان شاء الله نكمل مع الدكتور عزه شكرا استاذه ميادة.